عندما حج أتى المدينة ثم عاد إلى مكة ليجاور فيها، يجاور فيها حينا من الدهر يستزيد من الطواف والعمرة إذا شاء، فإن الطواف عبادة لا تكون إلا عند البيت، وهذا من عظيم مزايا المجاورة عند الحرم المكي. عزم على أن يعود إلى بغداد، واكترى أجيرا أي أحدا يحمله إلى بغداد، ونام تلك الليلة. فلما نام رأى في رؤياه أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله من يحجبونه، والناس يدخلون عليه صلوات الله وسلامه عليه يسلمون ويصافحون. فجاء القاسم في الرؤيا يريد أن يدخل ويسلم، فمنعه الحجاب فقال: لما تحجبونني؟ لما لا تدعوني أسلم وأصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إنك قد عزمت على السفر غدا والعودة إلى ديارك إلى العراق. وليس المقصود ذم العراق، محال، إنما المقصود أنه سيترك مكة أيا كان بلده، حتى لو كان في نجد أو كان في الشام أو كان في اليمن أو كان في غيرها، فليس المقصود ذم العراق، لكنه سيغادر مكة. فأعطاهم عهدا في الرؤيا أنه لن يغادر وأنه سيبقى. فلما أخذوا منه العهد كل ذلك في الرؤيا قبلوا أن يدخل. يقول: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت وصافحت. سلمت أي قلت السلام عليكم، صافحت أي مددت يدي. ثم استيقظ فبقي موفيا بعهده، وذهب إلى الرجل الذي اتفق معه على أن يغادر سويا إلى العراق، واعتذر منه وحل العقد الذي بينه وبينه، وبقي في مكة حتى توفاه الله عز وجل فيها. يستنبط من هذا: المسلم يحافظ على عهده على ميثاقه، والله عز وجل لما ذكر نبيه إسماعيل قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فقال إنه كان صادق الوعد، والقرآن يحث المؤمنين جميعا على الوفاء بعهودهم. فهذا العالم الجليل والعبد الصالح يعطي عهدا في رؤيا ليشتري بذلك في الرؤيا مقابلة ومصافحة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يصبح فيبقى ملتزما بذلك العهد الذي قطعه. وهذا من خيرة الله عز وجل له، والله عز وجل له جنود يقول ربنا عنها: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقطعا الرؤى الصالحة الصادقة يراها المؤمن جند من جند الله تبارك وتعالى.